نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. لم تتوقف العمليات العسكرية في العديد من المحاور في سوريا شمالا، حيث يستكمل الجيش السوري تقدمه في حلب على جبهة السجن المركزي بعد إشرافه ناريا عليه، حيث استطاع قطع طريق الإمداد والعمق الاستراتيجي للمسلحين في تلك المنطقة، فيما سيطر على عدة كتل أبنية في محور الليرمون شمال حلب، مع استمرار التقدم في منطقة الراموسة والعامرية. قدرة الجيش على المناورة وعلى تطويق ما تبقى من مجاميع إرهابية هو قطع الطرق، سواء كان طريق الباب أو بقية الطرق التي تؤدي إلى ريف حلب الشرقي، مع عمليات نوعية في قلب المدينة. هذا يعني حصر المسلحين في حلب ما بين فكي كماشة، ما بين يعني الوحدات المتقدمة من داخل المدينة وما بين الوحدات التي تطبق الحصار على الجهة الشمالية. أما العملية الكبرى في جنوب سوريا المليحة في قلب غوطة دمشق الشرقية، حيث توغل في البلدة الحيوية لتعزيز أمن العاصمة، وأصبح الجزء الأكبر من البلدة في عهدة الجيش، إضافة إلى المزارع المحيطة بها ومدخل البلدة والمحاور المؤدية إليها والطريق التي تصلها بالبلدات المجاورة، بعد أن تقدم الجيش السوري حتى مبنى البلدية، فيما اكتمل الطوق الأمني بالجهات الغربية والجنوبية والشرقية بالكامل. العملية تمت في زمن قياسي، حيث توقع البعض أن تستمر لفترة طويلة، لكن بسات الجيش العربي السوري وقوات الدفاع الوطني التي شارك في هذا الموضوع أدت إلى فرض طوق من الجهات الأربعة، وبالتالي اقتحام هذه المدينة من خلال ثلاث جهات أساسية والسيطرة على مركز البلدية، وبالتالي إنهاء هذا الوضع المسلح الإرهابي الذي هو موجود داخل هذه المنطقة. وبالتزامن مع عملية تمشيط الجيش السوري لداخل بلدة المليحة، تستهدف وحدات الإسناد الناري أي تحرك للمجموعات المسلحة باتجاه المنطقة عبر بلدات جسرين وزبدين، بالتزامن مع مهاجمة تجمعات المسلحين في عدة أحياء في جوبر. المعادلة الميدانية ستتغير بالكامل بعد تنظيف الجيش السوري لبلدة المليحة في ريف دمشق، بحسب مصدر مطلع، حيث ستفقد المجموعات المسلحة خطوط الدفاع الأخيرة نتيجة انسحاب المسلحين منها ومقتل عدد من قادتهم. حسام زيدان، العالم، دمشق. كشفت المملكة العربية السعودية عن تنظيم إرهابي يرتبط أعضاؤه بمتطرفين في سوريا واليمن، ما طرح العديد من التساؤلات حول طبيعة هذا التنظيم وما هي خارطة أهدافه، وهل تقتصر على السعودية أم تتجاوز حدودها طالما أن أعضاءها على ارتباط بمتطرفين في سوريا واليمن. الداخلية السعودية أعلنت عن اعتقال 62 عضوا من الخلايا الإرهابية وأنها تلاحق 44 آخرين. هذا التنظيم الحقيقة تواصله مع داعش، التواصل اللي رصد حتى الآن كله تقريبا مع أشخاص على ارتباط بتنظيم داعش في سوريا. دور النساء طبعا في الخلايا من الصعب أن يعني نتحدث نيابة عن التنظيم الإرهابي، لكن نحن نعرف تماما بأنه مناصري الفئة الضالة للأسف الشديد حاولوا استغلال المرأة في المملكة، وخاصة يعني نساء اللي لهم علاقة الحقيقة بالموقوفين للأمر. لكن دائما ما يستفيد التنظيم من النساء في عدة جوانب، يعني من بينها أول شيء التمويل. الأمر الآخر الحقيقة يعني استغلال النساء في تجنيد شباب. من السعودية إلى سوريا، حيث أكدت مفادة الميادين إلى حمص تأجيل تنفيذ اتفاق إجلاء المسلحين من حمص القديمة إلى يوم غد، بعد الجدل حول تزامن إجلاء المسلحين مع إيصال المساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء في حلب. وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بين الجيش السوري والمسلحين في حمص القديمة ظهر اليوم، وإجلاء المسلحين باتجاه الدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي على يفسح المجال لما يريد تسوية أوضاعه والبقاء في حمص.
هذا وقد نفى الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أداء البعثة الأممية في سوريا دورا مهما في الاتفاق الذي جرى حول حمص القديمة ومدينتي نبل والزهراء، وقال فرحان حق إن الاتفاق جرى بين الأطراف مباشرة. حاولت الأمم المتحدة لعب دور بمحاولة جعل الأطراف تتفاوض، لكن هذه الصفقة من الأطراف وليس من صنع الأمم المتحدة. سمعتم ما قاله الأمين العام في بيان أصدرناه قبل أسبوع عن أنه يأمل شخصيا في حدوث اتفاق في حمص القديمة. وأمام الوقائع الميدانية المستجدة في سوريا، فإن خارطة النفوذ والسيطرة تسجل تغييرات قد تشكل في بعض مناطقها منعطفا عسكريا في مسار الأزمة. المزيد من التفاصيل مع هبة الله بطار. السلام عليكم. خارطة مناطق النفوذ والسيطرة في سوريا تشهد تغيرات، ولا سيما في وسط البلاد في ريفي كل من حمص ودمشق. الاتفاق الأخير في حمص القديمة يخرج المسلحين من أحيائها، وهذه المناطق تشمل وادي السايح، الحميدية، جورة الشياح، القصور والقرابيس. المسلحون سيخرجون من هذه المناطق باتجاه الدار الكبيرة في الريف الشمالي للمدينة. أما حي الوعر فهو خارج التسوية. المسلحون لا يزالون بداخله فيما يفرض الجيش السوري طوقا حوله، والمفاوضات لإيجاد تسوية في الحي مستمرة. هذه التطورات في أحياء حمص القديمة تجعل مدينة حمص كاملة باستثناء حي الوعر فقط تحت سيطرة الجيش السوري، في الوقت الذي يفرض المسلحون فيه سيطرتهم على معظم الريف الشمالي للمدينة. أكبر التجمعات المسلحة هنا تسجل في تلبيسة، الرستن والدار الكبيرة ومحيطها. مناطق السيطرة في ريف دمشق تشهد كذلك تغيرات، ولا سيما مع استمرار المعارك في مناطق والمصالحات في مناطق أخرى. الغوطة الغربية بقي فيها الزبدان فقط معقلا للمسلحين، أما الغوطة الشرقية فتحتدم المعارك التي يخوضها الجيش هنا في المليحة وفي جوبر. هذه المناطق، المليحة بالتحديد، هي بوابة الغوطة الشرقية. المسلحون لا يزالون يسيطرون على زملكة وحرستة ودومة، المناطق التي تمثل الشريان الأساسي في الإمداد للمسلحين الموجودين في المليحة. أما محيط دمشق الجنوبي فبات على نحو كامل تحت سيطرة الجيش السوري، بما يشمله من مناطق منها جرمانة وعقربة. هذا كان كل شيء. السلام عليكم. نبقى في الشأن السوري، حيث أفادت مراسلة الميادين بمقتل أمير جبهة النصرة بشرق درعا علي النعيمي إثر خلاف مع الجيش الحر على خلفية خطف 3 من ألوية لواء حوران والقادسية التابعين للحر على معبر نصيب مع الأردن. معنا الآن من دمشق مراسلتنا ديما نصيف. ديما، حدثينا أكثر، إن توفرت لديك معطيات إضافية عن هذه الحادثة، مقتل أمير جبهة النصرة بشرق درعا. نعم دينا، يعني في الحقيقة هذه الحادثة تأتي في سياق كل الخلافات التي بدأت تتضح شيئا فشيئا، وخاصة عندما ظهرت بشكل فاضح وكبير باعتقال قائد المجلس العسكري في منطقة درعا قبل أيام أحمد فهد النعمي. طبعا اليوم اغتيال أمير جبهة النصرة بعبوة ناسفة أو عبوة لاصقة في سيارته جاء بحسب معلومات خاصة للميادين أثر خلاف مع الجيش الحر على خلفية خطف 3 من ألوية تابعة للجيش الحر، وهي لواء حوران والقادسية وأيضا من لواء الحق، وذلك على معبر نصيب في الأردن. وقبل 3 أيام اتهم المقتول من قبل الجيش الحر بإعطاء التعليمات لخطفهم، وقد هدد الحر جبهة النصرة بالرد القاسي على خلفية هذا الخطف، ولم تفلح طبعا بحسب المعلومات للميادين وساطات الجبهة الإسلامية لإطلاق سراح المختطفين الثلاثة. طبعا في سياق متصل دينا، كما تحدثنا عن موضوع خطف قائد أو اعتقال قائد المجلس العسكري في درعا قبل أيام أحمد فهد النعمي، وهو الذي كان يدير كل المعارك التي كانت تجري في ريف القنيطرة وريف درعا الأخيرة، والتي تمكن من خلالها المسلحون السلاح على سلال استراتيجية
أمنت جغرافيا متصلة لهم من ريف درعا الغربي باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي وبامتداد 40 كيلومترا تقريبا، طبعا بمساعدة استخبارية إسرائيلية. ولكن أيضا هذا الاعتقال الذي كان على حاجز اليرموك وجه فيه النصرة للنعمة بحسب أيضا مصادر ميدانية بثلاثة تهم. طبعا هو اليوم يخضع أمام محكمة شرعية تابعة للنصرة، ويوجه له ثلاثة اتهامات بأنه قد شكل جبهة ثوار جنوب سوريا واعتبرته النصرة بما يشبه الصحوات المدعومة من المخابرات الأردنية، وبالتالي لمقاتلة النصرة فيما بعد أن يتمكنوا من إرساء دعائمهم في هذه المنطقة، وأيضا بأنه لم يقدم السلاح النوعي الذي تم الاستيلاء عليه من مخازن الجيش السوري في ريف درعا، وأيضا أنه سبق وأن أعطى أوامره بالانسحاب في معركة خربة غزالة عندما كان قائد للواء شهداء حوران. يعني كل ذلك يظهر أنه قد بدأ الخلاف لنا في هذه المعارك وفي هذه الجبهة التي كان هناك رهان كبير عليها من المخابرات الإقليمية أو حتى الأمريكية. طيب سؤال سريع لو سمحتي ديما، هل عرف جنسية علي النعيمي؟ هو طبعا ابن تلك المنطقة، يعني هو ابن ريف درعا، وابن أعتقد أنه ابن حتى المنطقة نفسها بصفة الحرير التي قتل فيها. نعم أشكرك جزيلا ديما نصيف، حدثنا من دمشق. يتزايد منسوب القلق الأوروبي من عودة مقاتلين إلى بلدانهم بعد مشاركتهم في الحرب السورية، ويخصص الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل مؤتمرا موسعا في بروكسل لبحث خطر الجهاديين الأوروبيين في سوريا وارتدادهم إلى بلدانهم مع ما يحمله ذلك من تهديدات جدية للمجتمعات الأوروبية. تقرير حسن عبد الله. تحت ضغط الجهاديين الأوروبيين في سوريا ومخاطر عودتهم إلى بلادهم، تسرع الحكومات الأوروبية من إجراءاتها لمواجهة ارتدادات الظاهرة المتنامية على المجتمعات الأوروبية. وقد لجأت كل دولة على حدة إلى وضع خطة عمل على مستويات متعددة أمنية واجتماعية واقتصادية، بينما يجري تنسيق هذه الخطط داخل الاتحاد الأوروبي عبر جهاز مكافحة الإرهاب. وبحسب مصادر صحفية في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، فإن اجتماع يوم بعد غد المخصص لبحث خطر الجهاديين الأوروبيين يتخذ منحا كبير الأهمية بعد تنامي المعلومات عن تزايد عمليات تنظيم رحلات الجهاديين، حيث ستعرض الخطط التي وضعتها كل دولة لمواجهة الظاهرة وكيفية تنسيق الخطوات والبرامج بين دول الاتحاد وبينها وبين بعض دول المنطقة المحيطة بسوريا. الخطة الفرنسية لمكافحة الجهاديين توزعت على إعاقة أو منع توجه الجهاديين بتشديد الحرب على الخلايا داخل فرنسا، ووضع اليد على ممتلكات المؤسسات أو الجمعيات الضالعة في هذه الأعمال، والعمل على مساعدة العائلات التي تجد نفسها عاجزة عن مواجهة انحراف أبنائها. بلجيكا تكثف حملاتها الأمنية على الخلايا الجهادية وتراقب عن كثب المنظمات التي تعمل على تنظيمها وتمويلها على أراضيها، بينما في بريطانيا والنمسا تشدد السلطات الأمنية على أهمية تجريد المواطنين الذين يذهبون للقتال في سوريا ويعودون إلى البلدين من جنسيتهم، إضافة إلى احتياطات واسعة لرصد ومراقبة عودة المقاتلين. دأبت إسرائيل منذ انتهاء عدوان 2006 على لبنان، دأبت على تسريب سيناريوهات عن حرب إقليمية محتملة تمتد جبهاتها من غزة إلى إيران حسب الإعلام الإسرائيلي. اللافت هذه المرة أن إسرائيل تقر بعدم قدرة سلاحها الجوي الذي تعتبره قوة توازن استراتيجي بوجه المنطقة، تقر عدم قدرته على حسم المعركة منفردا وبأنها ستتلقى آلاف الصواريخ. لماذا هذه التسريبات في هذه المرحلة؟ وهل تعني أن خيار ذهاب بأي عدوان جديد بات صعبا أو على الأقل غير مضمون النتائج، ولا سيما أن أي حرب جديدة كما يقول ضباط إسرائيليون لن تحسم سريعا كالحروب السابقة؟ تقرير منال إسماعيل. هي أيام صعبة ستمر على الإسرائيليين، أيام تنهمر فيها عليهم مئات الصواريخ ولا سيما على منطقة تل أبيب، أيام لن يتمكن فيها الدفاع الجوي في الأيام الأولى سوى من حماية منشآت استراتيجية وقواعد، وفي المدن الكبرى ستهدم أبنية وسيسقط جرحى.
هكذا يبدو سيناريو الحرب المقبلة كما رسمه محلل الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت رون بن يشاي. الهدف الاستراتيجي للمستوى السياسي في إسرائيل في هذه الحرب يطمح إلى تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ، يليها وقف لإطلاق النار يتوج هدنة وهدوءا نسبيا يستمر عدة سنوات بفضل الردع، ما يعني غياب مفهوم الحسم العسكري عن قاموس الحرب الإسرائيلية. سيناريو الحرب هذا تناول نقاط عدة يعمل سلاح الجو عليها، ويمكن إجمالها على النحو الآتي: الحرب المقبلة ستكون حربا منحنية المسار وعلى جبهات عدة: سوريا ولبنان وغزة وإيران. استعدادات ضخمة يجريها سلاح الجو لحسم المعركة من الجو منفردا، يقابلها تشكيك في فرضية قادة سلاح الجو بالقدرة على تحقيق الهدف المرجو، أي وقف النار من الجو فقط، والحديث عن ضرورة اللجوء إلى المناورة البرية استنادا إلى ما حصل في عدوان تموز عام 2006. تسليط الضوء مجددا على مفهوم المعركة بين الحروب التي يتولى فيها قائد سلاح الجو مسؤولية العمل في المنطقة الشمالية، تغيير سلاح الجو أركانه وإيجاد مهمات جديدة، وربطه التغيير التنظيمي بالمساهمة المفترضة في مواجهة الدائرة الثالثة أي إيران، الإقرار بأن كل الاستعدادات غير كافية لتجنيب إسرائيل أهوال هذه الحرب وحسم نتيجتها لمصلحتها. في يوم الشهداء التقى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد بنات وأبناء الشهداء فخر السوريين واعتزازهم. بمناسبة ذكرى السادس من أيار عيد الشهداء التقى السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد بنات وأبناء الشهداء. أهلا وسهلا بالصبايا وبالشباب، أهلا وسهلا بأحلى صبايا وبأحلى شباب. دائما أبناء وبنات شهداء هن أغلى ناس على الكل، علينا علي على البلد كله، فأهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بألف خير. هذا عيد غالي علينا كثير، ولكن لأنه السنة الماضية والسنة اللي قبلها ما قدرنا بسبب الظروف، بسبب الحرب، بسبب القتال مع الإرهابيين اللي كانوا آبائكم هن بالمقدمة اللي عم يقاتلوا لحتى يحموا هالبلد، كنا مشغولين وما قدرنا نعمل لا السنة الماضية ولا اللي قبلها لقاء مع أبناء وبنات شهداء. ونحن بكل سنة من أول ما صرت أنا رئيس بكل عام كون حريص على أني التقى فيهم، ففي منكم ناس موجودين يمكن التقيت فيهم باحتفالات سابقة أو بأعياد سابقة، وفي ناس منكم انضموا لنا هالسنة أو السنة الماضية. فاليوم نحن فرحتنا كبيرة لأنه قدرنا بالرغم من كل هالظروف الصعبة قدرنا نلتقى، ولو ما كانوا أباكم الشهداء الأبطال هن اللي قاتلوا هن اللي حموا البلد ما كان فينا اليوم نلتقى بهالمحل ونقعد نحكي مع بعضنا. فهذا العيد عيد غالي علينا كلنا من قبل الأزمة، كنتوا أنتوا كلكم صغار بس نحن كنا دائما حتى لما ما كان في حرب كنا نشعر بالفخر بشهدائنا اللي استشهدوا بمراحل سابقة. فلازم يكون كل واحد فيكم فخور بأبوه اللي قدم دمه كرمال هالبلد وكرمال كل مواطن. نحن فخورين مو بس بشهدائنا، فخورين أيضا بعائلات شهدائنا، فخورين بأبنائهم وفخورين بإخواتكم يمكن ما موجودين معكم وبأمهاتكم اللي موجودين يمكن بالبيت أو بالضيعة أو بمدينة ثانية. فنحن هذا العيد بالنسبة لنا بيعنينا كتير، ولازم تكونوا فخورين جدا بأباكم اللي هن حموا الوطن. بدي منكم تسلموا على أخواتكم وتسلموا على أمهاتكم وتسلموا على كل أهلكم، وأكيد إذا كل الناس مثلكم أوايا ومثل عائلاتكم أوايا
وصلبين وما بيخافوا وشجعان مثل آبائهم، فبكل تأكيد بدنا ننتصر على الإرهابيين، وإن شاء الله بالعيد الجاي منلتقى مو بس لنحتفل بعيد الشهداء، منلتقى لحتى نحتفل بعيد الانتصار على الإرهابيين اللي خربوا لنا بلدنا. أهلا وسهلا فيكم. وبعد ذلك تبادل الرئيس الأسد والسيدة أسماء الحديث مع أبناء وبنات الشهداء، حيث أكد لهم سيادته أن السوريين جميعا يفخرون دائما بشهدائهم، سواء الذين استشهدوا في مراحل سابقة من تاريخ سوريا أو الذين استشهدوا خلال الحرب الحالية مع الإرهاب. وأضاف أن عائلات الشهداء هم أيضا مبعث فخر واعتزاز، لأن قوتهم وشجاعتهم كانت الأساس في صمود سوريا، وستكون أحد أهم أسباب انتصارنا على الإرهاب. من حلم الناس جاي، من هم الناس جاي، من جرح الناس جاي، مرفوع الراس. من هم الناس جاي، من حلم الناس جاي، من جرح الناس جاي، مرفوع الراس. ولفت الرئيس الأسد إلى أنه لولا استعداد السوريين للدفاع عن بلدهم، ولو لم يكن الشهداء الأبطال هم من حمى البلد، لما كانت سوريا لتبقى، ولما كنا قادرين اليوم على أن نلتقي في هذا المكان ونتكلم مع بعضنا. بدورها أكدت السيدة أسماء لأبناء وبنات الشهداء أن شجاعة آبائهم يجب أن تكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في دراستهم والتفوق فيها، بما يؤهلهم ليكونوا الأبطال القادمين المهيئين للدفاع عن الوطن والمتسلحين بعلمهم وتفوقهم كما تمناهم آباؤهم دائما. قوتنا المسلحة الباسلة أحيت ذكرى عيد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لعزة الوطن وكرامته، وبذلوا دماءهم الزكية قربانا على مذبح الرجولة والإباء لينعم أبناء الوطن بالحياة الكريمة. بمناسبة الذكرى السادس من أيار عيد الشهداء، ألقى قادة الوحدات ومدراء المنشآت التعليمية العسكرية كلمات أشاروا فيها إلى أن ذكرى أيار أصبحت النموذج الذي يحتذى في الشجاعة والإقدام والتضحية، حيث غدت المدرسة والقيمة العليا في وجدان شرفاء الأمة، والمنهج الملهم والحافز لكل الأحرار الذين يأبون الضيم والهوان ويعشقون الحرية والإباء. ونوه القادة إلى أن يوم السادس من أيار يختزل في رمزيته التاريخ العربي المليء بالمحطات المشرفة لشعب مقاوم يستعذب الشهادة في سبيل الدفاع عن أرضه وكرامته، مقدما قوافل الشهداء التي روت أرضنا الطاهرة في معارك الدفاع عن الحرية والكرامة، وصولا إلى يومنا هذا إذ تتوزع مواكب الشهداء في أعراس وطنية كبرى
تعم ربوع الوطن، وهي تحكي بطولات وحكايا المجد والفخار التي يكتبها وما يزال رجال الجيش العربي السوري بمداد دمائهم الزكية دفاعا عن سيادة الوطن وعزته واستقراره. كما نوه القادة إلى الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين أولاهما القائد الخالد حافظ الأسد للشهادة والشهداء ومواصلة هذه الرعاية في عهد السيد الرئيس الفريق بشار الأسد عبر متابعته المستمرة لشؤون ذويهم وحرصه الدائم على تعزيز قيم الشهادة ومعانيها. وأكد القادة أن صمود سوريا والنجاحات التي تحققها القوات المسلحة الباسلة في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن لم تكن لتتم لولا حالة التلاحم بين أبناء الوطن ووقوف الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري. وعاهد القادة في نهاية كلماتهم سوريا شعبا وقيادة على أن تبقى ذكرى الشهداء حافزا نحو مواصلة تقديم الغالي والنفيس في تنفيذ المهام والواجبات الوطنية وملاحقة فلول العصابات الإرهابية التكفيرية والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بوطننا العزيز أو النيل من مواقف سوريا المبدئية والثابتة. وقد تضمنت هذه الاحتفالات عروضا وتدريبات عسكرية. كما قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهور عليها وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وزاروا جرح الجيش والقوات المسلحة في المشافي العسكرية وقدموا لهم الهدايا الرمزية وتمنوا لهم الشفاء العاجل. قوى الأمن الداخلي أحيت عيد الشهداء مؤكدة وقوفها إلى جانب الجيش والقوات المسلحة في مواجهة المجموعات الإرهابية ليبقى الوطن حرا أبيا شامخا عصيا على محاولات قوى الشر والطغيان. شاركت وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي جماهير شعبنا احتفالاتها بيوم الشهداء تخليدا لذكرى الشهداء السادس من أيار عام 1916 الذين سيقوا إلى أعواد المشانق في ساحتي الشهداء في دمشق وبيروت بقرار تعسفي وانتقامي من قبل جمال باشا السفاح لمواقفهم الوطنية المشرفة من الاحتلال العثماني البغيض. وقد اتخذ من ذلك اليوم عيدا للشهداء وتقديرا من شعب سوريا لعطاءات الشهداء وإجلالا لمواقف البطولة والفداء وترسيخا لثقافة البذل والتضحية صونا للحمى وذودا عن الحياض. وقد ازدانت مقرات وثكنات قوى الأمن الداخلي بمعالم الاحتفال من أعلام وطنية ولافتات تمجد هذه الذكرى الخالدة. كما أقيمت احتفالات ومهرجانات خطابية في كلية الشهيد الرائد الركن باسل الأسد للعلوم الشرطية وقيادة قوات حفظ الأمن والنظام والوحدات التابعة لها في المحافظات. ألقيت فيها كلمات أشاد فيها الخطباء بجلال هذه المناسبة وقدسية الشهادة ومكانة الشهداء بشارة الانتصارات والقناديل المضيئة في ميادين الصراع مع الأعداء المتربصين بالوطن، مشيرين إلى وقفة شعبنا الأبي الرائعة في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من 3 أعوام بقصد النيل من وحدة أرضها وشعبها ومن سيادتها واستقلالها ونهجها المقاوم. الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، وإن قوات حفظ الأمن والنظام قدمت العديد من الشهداء خلال محاربتها للإرهاب والتكفير وللمؤامرة الدنيئة التي تستهدف هذا الوطن، وذلك إلى جانب رجال قواتنا المسلحة الباسلة. نعاهد الوطن وقائد الوطن أن نكون الجند الأوفياء لتطهير كافة أنحاء سوريا الحبيبة الغالية على قلوبنا جميعا. رحم على كافة أرواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل الوطن وعزته، ونحن قوات حفظ الأمن والنظام في وزارة الداخلية نعاهد الله والوطن وقائد الوطن أننا سوف نبقى يد بيد مع قواتنا المسلحة الباسلة مع أبطال الجيش العربي السوري. الحكومة أكدت أن تكريم الشهداء أحد أهم أولوياتها وأنها ستقدم كل ما تستطيع لأسر الشهداء والجرحى التي ستثمر دماؤهم الانتصار الكبير بالقضاء على الإرهاب. اهتمت الحكومة بأسر الشهداء اهتماما بالغا كأحد أولوياتها، وانطلاقا من تكريم الشهادة كقيمة مثلى في حياة هذا الوطن الذي يستحق منا كل التضحيات.
وأشارت الحكومة إلى أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن والذين كانوا درب النصر والتحرر من الاحتلال العثماني والاستعمار الفرنسي ترسم دماءهم اليوم درب نصر جديد على الإرهاب والإرهابيين وداعميهم في الكيان الصهيوني وحكومة أردوغان وحكومة الغرب. وتؤكد الحكومة اليوم أنها ستقدم كل ما تستطيع لأسر الشهداء والجرحى مشيرة إلى أن تضحياتهم هي التي أثمرت الصمود وهي التي ستثمر الانتصار الكبير في القريب العاجل بالقضاء على الإرهاب. رئيس الحكومة لفت إلى أن مؤسسة الشهيد التي هي في طور الإنجاز ستقدم الرعاية لكل أبناء الشعب السوري وكل فئاته التي شاركت في هذا العطاء اللامحدود من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني والمعلمين والأطباء والمهندسين والإعلاميين والعمال والفلاحين والرياضيين والطلاب وكذلك للأبطال الجرحى من خلال توفير كامل الخدمات الطبية اللازمة لهم وإقامة مشاريع تساعدهم على العيش الكريم. وأشار الحلقي إلى الاجتماع الهام والنوعي الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد مع أعضاء اللجنة العليا للإغاثة من منطلق اهتمامه بالملف الإغاثي مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن جميع أبنائها ولن تتوانى في تقديم يد العون والمساعدة لكل مواطن سوري وستعمل على إيصال المساعدات من دون تأخير ومن خلال العمل مع كل الجهات داخليا وخارجيا دون المساس بالسيادة الوطنية. وأقرت الحكومة مشروع مرسوم تشريعي يتعلق بالقانون الخاص بتصديق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وشركة سيوز نفتا غاز الروسية للتنقيب عن البترول. كما اطلعت الحكومة على دراسة اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات وحلول لمعالجة أوضاع العاملين الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأحداث الراهنة. لم تزل دماء الشهداء تنير دروب الأمم، تخط بالأحمر القاني حدود البلاد وتلون مستقبل أجيالها بالأخضر خصبا نديا كأرواح من رحلوا في أيار عام 1916 وأحفادهم من الشهداء. منذ قرابة قرن سفحت دماء في دمشق وبيروت، فاخضر وعي الأمة ومضى شهداء أيار إلى خلودهم في التاريخ، خلود يتصل بخلود العروبة وهم من انتشلوها بدمائهم من ربقة التتريك والعثمنة. أنقذت دماء شهداء أيار العرب في الشام من مصير يحاكي ما جرى لإخوانهم الأرمن بعد أن أقرت العنصرية العثمانية خطة للتطهير العرقي. الخطة التي أعيد إنتاجها مطلع القرن الجديد وأوكل إلى الإخوان المسلمين مهمة تنفيذها. إن لدى تركيا واجبا في الشرق الأوسط. ما هو هذا الواجب؟ نحن أحد شركاء الرئيس في مشروع الشرق الأوسط الجديد وشمال إفريقيا، نحن نقوم بهذا الدور. وصل الإسلاميون إلى السلطة فشرعوا في هدم كل مقومات الدولة الوطنية، وابتداء بالمؤسسات العسكرية مزقوا ليبيا وأثاروا الفتنة في مصر، ثم قسموا اليمن إلى 6 أقاليم. هزم المشروع على أبواب دمشق، فقد كان دون تحقيقه فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى. حمل أبناء المؤسسة العسكرية السورية إرث العروبة بقلوبهم وصانوه بدمائهم كما فعل أسلافهم من قبل. أعادوا إلى الشرق هويته بعد أن خلصوه من ربقة العثمنة الجديدة والعنصرية الإخوانية التي قدمت هؤلاء، يعودون بمجتمعاتنا قرونا بعيدة إلى الوراء. يدمر هؤلاء قلوب هؤلاء مجرمين من يريد يحكم هذا أرض علماني وديمقراطي. لم تزل دماء الشهداء تضخ الحياة في نسغ الوطن، تمسح روحه بيقين النصر وتدفئه أقوى مما تدفئ الشمس الكائنات، لتعيد الشرق أرض العشق ومنبت كل رجال البرق من الفقراء. أعلن الدكتور علي حيدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض انفصال الحزب عن جبهة التغيير والتحرير، مؤكدا استمرار الحزب في نهجه نحو التغيير الذي ينطلق من صيانة الهوية الوطنية والقومية.
وحدة الأرض والشعب وسيادة القرار السوري، ثوابت عاد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور علي حيدر ليؤكد عليها، مشددا أنها ثوابت ليست قابلة للنقاش أو المساومة. حيدر وفي مؤتمر صحفي أعلن انسحاب حزبه من جبهة التغيير والتحرير نتيجة التباين في المواقف حول الاستحقاق الرئاسي. الإعلان عن الانسحاب من جبهة التغيير والتحرير نتيجة التباين الواضح في المواقف من الاستحقاق الرئاسي والقراءة المختلفة حول ذلك. لا نستطيع أن نتكلم عن مسار على ثوابت ثم نقف عند مفصل من مفاصل هذا المسار ونقاطع هذا المسار، هذا بداية. النقطة الأخرى وهي الأهم، أننا من أوائل الذين طرحوا بضرورة الذهاب إلى طاولة حوار وطني دون شروط مسبقة. فكيف أطالب بطاولة حوار وطاولة الحوار لا تقصي أحد ولا تستثني أحد وتمد اليد، ونحن قلنا يدا بيد مع الكل، فكيف أطالب بطاولة حوار ودون شروط مسبقة وأقاطع انتخابات رئاسية، وبالتالي أصبحت محكوما بمقاطعة نتائج هذا ومفاعيل هذه الانتخابات. وردا على سؤالنا حول مقاربة الحزب خلال فترة الأزمة بين كونه حزبا معارضا وبين المشاركة في العمل السياسي، قال حيدر إن مبدأ المشاركة جاء من قناعة الحزب أن المعادلة السياسية تقوم على قاعدة المحافظة على المؤسسات بناء وليس تدميرا. حيدر أعلن عن إجراء الحزب لاتصالات موسعة مع قوى المعارضة الوطنية للبحث في إمكانية تشكيل ائتلاف وطني موسع يعمل على قاعدة انتصار الجميع وليس انتصار فريق على فريق. إيران جددت تأكيدها أن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا تمثل خطوة لإعادة الأمن والاستقرار إليها، داعية الجميع إلى احترام حق الشعب السوري في تقرير مستقبله عبر الانتخابات. الموقف الإيراني عبرت عنه المتحدثة باسم خارجيتها مرضية أفخم، التي أكدت أن طهران أعلنت منذ بداية الأزمة في سوريا استعدادها لتقديم المساعدة في إيجاد حل سياسي لها. وأكدت أفخم دعم بلادها لكل الجهود التي تبذل لحل الأزمة سياسيا، وأنها تدعو جميع الأطراف للقيام بخطوات عملية وبنظرة واقعية لإيجاد حل سياسي حقيقي للأزمة في سوريا. ميدانيا تواصل وحدات من الجيش والقوات المسلحة عملياتها في المليحة، وتضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون. يتابع الجيش العربي السوري عملياته البطولية في بلدة المليحة بعد القضاء على العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت متحصنة في مزارعها. والآن كما تشاهدون يقوم أبطال الجيش العربي السوري بالاشتباك مع العصابات الإرهابية المسلحة المتحصنة في المنازل داخل بلدة المليحة. وفي أثناء عملية تفتيش الجيش العربي السوري للأبنية في بلدة المليحة تم ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون. تم العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والهاونات، كما نلاحظ هذا عبارة عن القالب الذي يتم فيه قولبة الهاون، ونلاحظ أيضا المرجل الذي يقوم من خلاله بحرق وإذابة المواد من أجل تجهيزها